اختفى بشكل غريب وعجيب لجميع المنتقدين ديال المنتخب المغربي بعد الانتصار ب 3-0 للمنتخب العراقي. اما من ناحيه المنتقدين ديال عبد الصمد الزلزولي فحتى هما ما بقاش كيبانوا نهائيا بعد الهدف العالمي اللي سجلوا مع المنتخب المغربي. اما من ناحيه الجزائريين اللي بداو كيطبلوا بعد الخساره ديال المنتخب المغربي كونتر منتخب اوكرانيا فحاليا حتى هما اختفوا ما بقاش كيبان لهم الحد. اما من ناحيه السبب ديال الاختفاء ديالهم حتى لدابا مجهول. اما من ناحيه جميع المطبلين ديال سفيان الرحيمي فبعد الهدف الرابع سجلوا في دور المجموعات الاولمبياد فحتى لدابا بداو كيطبلوا بطريقه جديده وبداو كيسميوه بلي هو ميسي المستقبلي. اما من ناحيه المدرب ديال المنتخب اللي هو طارق السكيتيوي فبعد ما كان هو تينهاك في المباراه ديال اوكرانيا فبعد ما تحولت الصلعه ديالو من غوارديولا لتينهاك في المباراه الاخيره فحاليا عاوتاني دار الصلعه ديال غوارديولا وضرب لك عاوتاني المنتخب العراقي ب 3-0. اما من ناحيه العراقيين وبعد الخساره ب 3-0 قدام المنتخب المغربي فهم خرجوا بعض التصريحات اللي مهمه ومهمه جدا وقالوا بالتحديد في التصريحات هيك حاجه مش اي حاجه. اما من ناحيه عبد الصمد الزلزلي بعد نهايه المقابله فهو قال واحد التصريح اللي مهم ومهم جدا وقال ملي كنت جاي باش نلعب المباراه كونتر منتخب العراق فانايا كنت كنسمع البي